في ريف حلب الجنوبي تدور اشتباكات عنيفة بين الثوار وقوات النظام في بلدة الحاضر وسط أنباء عن اقتحام تلك القوات البلدة، فيما أعلن الثوار سيطرتهم على مزارع الحاضر وقتل قرابة 15 عنصرا للنظام خلال المعركة الدائرة هناك. وتتعرض منطقتي العيس والحاضر لقصف عنيف من قبل طائرات العدوان الروسي التي نفذت قرابة 100 غارة جوية. ربما تعكس مشاهد القصف هذه جزءا من ضراوة المعارك التي يخوضها الثوار على جبهات ريف حلب الجنوبي، لا سيما جبهة الحاضر، والتي باتت تختزل المشهد في الريف الجنوبي بشكل عام بعد فشل كل محاولات التقدم التي قام بها النظام على محوري خان طومان وتلة خلصة خلال الفترة الماضية. وعلى الرغم من تقدم قوات النظام المدعومة بميليشيات شيعية إلى محيط منطقة الحاضر، إلا أن الثوار ما لبثوا أن استعادوا القسم الأكبر من النقاط التي تقدمت إليها قوات النظام في المنطقة، والتي كان آخرها منطقة مزارع الحاضر، بعد معارك عنيفة تمكنوا خلالها من قتل قرابة 15 عنصرا من قوات النظام والميليشيات الشيعية وتدمير عدة آليات عسكرية للنظام. واصل مجاهدو حركة أحرار الشام الإسلامي المرابطين على طول امتداد جبهة الحاضر تصديهم لمحاولة الميليشيات الأجنبي سواء العراقي أو الإيراني التقدم في المنطقة. بفضل الله البارحة صباحا حاولوا التقدم، استمرت المعارك نحو 10 ساعات، تمكنا بفضل الله من دحرهم بشكل كامل وقتل 15 جنديا وتدمير سيارتين لقوات النظام. في المساء شنينا هجوما معاكسا على مواقعهم في المزارع المحيطة ببلدة الحاضر، وتمكنا بفضل الله من تمشيطها بشكل كامل واستعادتها. أقسى المعارك وأعنفها تدور كل يوم بين الثوار وقوات النظام على جبهة الحاضر، التي يمر من خلالها مخطط نظام الرامي تقطيع أوصال المناطق المحررة. فكيلومترين فقط هي ما يفصل هذه البلدة عن تلة العيس الاستراتيجية المطلة على الأوتستراد الدولي الذي يفصل ريف حلب الجنوبي والغربي عن مدينتي حما وإدلب. نعم، بالنسبة للنقاط المرابطون عليها التي يرابط عليها المجاهدون هي نقاط استراتيجية جدا، هي نقاط مرتفعة وهي تكشف بلدة الحاضر، ففي حال لا سمح الله خسارة هذه النقاط هذا سيسهل على قوات النظام السيطرة على بلدة الحاضر. لذلك المجاهدون بإذن الله صامدون حتى بإذن الله دحر هذه الميليشيات ومن ثم القيام بهجوم معاكس بإذن الله. وإذا كان الحديث عن قصف مكثف من قبل طائرات العدوان الروسية على بلدات ريف حلب الجنوبي بات أمرا طبيعيا، فإن من الطبيعي أيضا أن يكون للحديث عن مؤازرات كبيرة وصلت لمناطق الثوار، تأثير على سير المعارك فيها لصالحهم على حد وصف مقاتلي حركة إحرار الشام الإسلامية الذين يخوضون المعارك على محور الحاضر. ما لا يمكن الحديث عنه في ريف حلب الجنوبي هو القصف المتكرر من قبل طائرة العدوان الروسي، إضافة إلى القصف العنيف من قبل مدفعية النظام التي تطال المنطقة. أما ما يمكن الحديث عنه فهي معارك الكر والفر التي ما زالت مستمرة لا سيما على جبهة الحاضر، والتي تمكن خلالها الثوار من استعادة السيطرة على منطقة المزارع في معارك مستمرة أيضا تهدف للسيطرة على نقاط أخرى. إبراهيم الخطيب، أورينت نيوز، مريف حلب الجنوبي. مرة أخرى إبراهيم الخطيب معنا مراسل أورينت نيوز من ريف حلب. إبراهيم، ما الجديد في ريف حلب؟ أهلا بك ودير وبالسادة المشاهدين. فعلا بعد المعارك العنيفة التي قامها الثوار على مدار اليومين الماضيين والقصف العنيف من قبل طائرات العدوان الروسي التي نفذت خلال أيام اليومين الماضيين أكثر من 100 غارة كل يوم استهدفت فيها مناطق الثوار في منطقة الحاضر والعيس، تمكنت قوات النظام اليوم مدعومة بميليشيات شيعية من التقدم إلى منطقة الحاضر والسيطرة عليها بشكل كامل. هذه المنطقة الاستراتيجية التي تحدث عنها في هذا التقرير والتي تعتبر خط الدفاع الأخير عن منطقة العيس، تلة العيس الاستراتيجية التي تطل بشكل مباشر على الاوتوستراد الدولي الذي يفصل ريف حلب الجنوبي والغربي عن مدينتي حما وإدلب، والذي يعتبر هو الهدف الرئيسي من كل عملية قوات النظام في ريف حلب الجنوبي. الثوار بعد ساعات فقط من سيطرة قوات النظام على منطقة الحاضر بدأوا بعمل عسكري مباغت، وتمكنوا حتى لحظة من استعادة النقاط السيطرة على بعض النقاط حسب الثوار في محيط منطقة العيس وتدمير 4 دبابات إضافة إلى اغتنام مدرعة من قبل قوات النظام. وما زالت المعارك حاليا تدور على أكثر من محور في منطقة العيس والحاضر بعد استخدام الثوار لتعزيزات كبيرة من مختلف المناطق ومختلف فصائل عسكرية، وما زالت معارك جارية حاليا تحت غطاء جوي من قبل طائرات العدوان الروسي التي تنفذ غاراتها وتستهدف نقاط الثوار بشكل مكثف، لأن الثوار ما زالوا مواصلين حاليا
للتقدم في منطقة الحاضر ومنطقة العيس. هذا يعني الدعم للثوار في ريف حلب كانت الأنباء تشير إلى أن كان عبارة عن أرسال من الثوار من ريف إدلب إلى ريف حلب، هل الأمر كذلك؟ لم أفهم السؤال وديع. يعني هل وصلت أرسال من الثوار من ريف إدلب لدعم ريف حلب؟ نعم وديع، البارحة فعلا منذ البارحة بدأت المؤثرات تصل إلى منطقة الحاضر التي كانت تتعرض لقصف ومحاولات من قبل قوات النظام التقدم إليها. هذه المؤازرات نجحت في استعادة السيطرة على منطقة المزارع التي تحدثت عنها في هذا التقرير، والآن بعد تقدم قوات النظام إلى منطقة الحاضر قدمت مؤازرات كبيرة من منطقة حماة ومنطقة إدلب ومن مختلف فصائل عسكرية، وبدأت بعمل عسكري حاليا على منطقة الحاضر. ربما خلال الساعات القادمة نشهد استعادة لمنطقة الحاضر التي تشهد حاليا اشتباكات عنيفة بين الثوار وقوات النظام. يؤكد الثوار بأن أعداد كبيرة من قتلى قوات النظام سقطت خلال المعارك التي دارت على مدار الساعتين الماضيتين، والتي شهدت حسب الثوار الموجودين على الأرض تحولا جذريا في المعارك الدائرة من صد هجوم إلى هجوم من قبل الثوار. حاليا يخوضون المعارك على محورين أساسيين، وهو محور منطقة العيس ومحور منطقة الحاضر، التي كما ذكرت تمهد طائرات العدوان الروسي حاليا بهدف منع وعرقلة تقدم الثوار فيها. لماذا التركيز من قبل النظام على منطقة الحاضر؟ ما هي أهميته الاستراتيجية؟ نعم وديع، بعد فشل محاولات النظام اختراق قلب ريف حلب الجنوبي من منطقة خلصة ومن منطقة خان طومان، وبعد معارك عنيفة خاضها قوات النظام على هذه المحاور، بدأت بمحاولة التقدم باتجاه منطقة الحاضر. ومنطقة الحاضر تعتبر خط الدفاع الأخير عن منطقة العيس التي كما ذكرت تطيل على الاوتوستراد الدولي الذي يفصل والذي يقطع أوصار ريف حلب ويفصله عن مدينتي حماة وإدلب. منطقة الحاضر لا يفصلها عن مدينة أو تلة العيس سوى 2 كيلومتر، فقوات النظام بدأت بعدة عمليات عسكرية، والبارحة بدأت باتباع سياسة الأرض المحروقة وتمكنت من قصف المنطقة بشكل كامل وإحراز بعض التقدم، إلا أن الثوار كما ذكرت في هذا التقرير استعادوا منطقة المزارع بعد معارك عنيفة، وكانت هناك معارك كروفر، وقوات النظام باشرت منذ مساء غروب شمس البارحة باستهداف المنطقة بشكل مكثف بإيقاف أنواع الأسلحة، إضافة إلى قصف من قبل طائرات العدوان الروسي والبراميل المتفجرة التي نفذت غاراتها على المنطقة بشكل مكثف، وتمكنت بعد هذا التمهيد من الدخول لمنطقة الحاضر. هذه المنطقة بعد ذلك بدأت محاولات من قبل قوات النظام للتوجه إلى منطقة العيس، إلا أن الثوار ما لبثوا أن استعادوا زمام المبادرة، وحاليا الثوار هم من يهاجمون قوات النظام بعد استخدام هذه الأرتال الضخمة التي تحدثوا عنها حاليا. نعم. والمعارك حاليا حسب الثوار الموجودين على الأرض هي لصالحهم بعد تمكنهم من تدمير قرابة 4 دبابات، إضافة إلى قتل أعداد كبيرة من قوات النظام. ربما مع شروق شمس البارحة شمس يوم غد سوف يكون هناك إحصائية دقيقة لأعداد قتل قوات النظام، وربما تشهد استعادة لمنطقة الحاضر واستعادة من قبل الثوار لجميع النقاط التي تقدمت إليها قوات النظام في ريف حلب الجنوبي. والجدير بذكر وديع بأن جميع المعارك التي دارت في ريف حلب الجنوبي على مدار الشهر ونصف الماضية كانت عبارة عن معارك كروفر، يتقدم قوات النظام ويستعيد الثوار في اليوم الثاني النقاط التي تتقدم إليها قوات النظام في المنطقة. إبراهيم الخطيب مراسل أورينت نيوز من ريف حلب، شكرا لك. وشنت الطائرات الروسية غارتين جويتين على محيط مدينة تفتناز بريف إدلب، وبذلك تكون موسكو قد خرقت للمرة الرابعة هدنة الفوعة زبداني بين أحرار الشام وإيران، فيما تداول ناشطون مقطعا يظهر فيه قصف الطائرات الروسية بلدة بنين في جبل الزاوية بقنابل فوسفورية. قصف عنيف على قرية بنين، أطراف قرية بنين حرش، الله أكبر. واستشهد 7 أشخاص بينهم طفل وجرحى آخرون جراء غارة جوية للعدوان الروسي صادفت وسط بلدة الغارية الشرقية بريف درعا. كذلك تعرضت مدن الشيخ مسكين وجاسم وإنخل وقرية سملين في الريف الشمالي
لقصف جوي مماثل ترافق مع قصف مدفعي للنظام أوقع عددا من الضحايا في صفوف المدنيين وأضرار بالغة في الأبنية والممتلكات. الله أكبر والعزة لله. اللهم سلم غارة جوية. في تطور آخر، حاولت قوات النظام اقتحام منطقة تل الصوان القريبة من فوج الكيمياء في الغوطة الشرقية من 3 محاور وسط غطاء جوي مكثف. تقرير يمان السيد من هناك. حاولت قوات النظام منذ فجر هذا اليوم التقدم إلى عدة مواقع استراتيجية في منطقة تل الصوان. معنا هنا حمزة بيرقدار المتحدث العسكري باسم هيئة أركان جيش الإسلام ليحدثنا أكثر عن هذا الهجوم. أولا، ما هي أهمية المواقع التي حاولت قوات النظام التقدم إليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، حقيقة قوات النظام حاولت الدخول إلى هذا إلى هذه المنطقة، منطقة تل الصوان. طبعا تكتسب أهمية على اعتبارها أنها محاذية إلى فوج الكيمياء المعروف بالنسبة محليا فوج الكيمياء. حاولت أن تقتحم هذه المنطقة للسيطرة عليها، لجعلها هامش أمام بينها وبين فوج الكيمياء، لكن لاقت مقاومة عنيفة من قبل المجاهدين وتصدوا لهم بكل شراسة وبكل أنواع الأسلحة بفضل الله عز وجل، وأردوا عدد كبير منهم بين قتيل وجريح. هل هناك خسائر بالآليات وخسائر بشرية من النظام؟ نعم، هناك تم عطب مدرع إضافة إلى تدمير آلية كان يستخدمها النظام لنقل مؤازراته عندما شعر أنه أصبح بمأزق من خلال مجريات المعركة، فتم تدمير هذه الآلية. هجوم النظام كان هجوم مباغت؟ هجوم النظام كان هجوم مباغت حقيقة، لكن كانوا المجاهدين على أهبة الاستعداد وتصدوا لهذه الهجمة العنيفة التي كانت بالتزامن مع القصف بكل أنواع الأسلحة بالصواريخ المحلية المعروفة بصواريخ الفيل، إضافة إلى القذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، وكان ذلك تمهيدا لمحاولة نجاح اقتحامهم لكنه فشل بفضل الله عز وجل. هل كان هنالك مساندة من الطائرات الروسية؟ حقيقة لم يكن هناك مساندة بالطيران الروسي، إلا أنه كان بدلا عنه الصواريخ المحلية التي قلت عنها المعروفة بصواريخ الفيل، هي شديدة الانفجار ولا تحمل أوزانا كبيرة من المتفجرات وشديدة التدمير. هل تمكنت قوات النظام من التقدم إلى أي نقاط جديدة؟ بل على العكس، لم تتمكن من التقدم أي نقطة من النقاط، بل على العكس استطاع المجاهدون التقدم أكثر مما كانوا عليه قبل الاقتحام، فقد استولوا على نقطتين أو 3 نقاط أخرى إضافة للنقاط التي كانوا يتمركزون بها. إذا نسمع إلى حد هذه اللحظة أصوات الانفجارات وأصوات الاشتباكات على جميع جبهة تل الصوان، قوات النظام إلى حد هذه اللحظة تحاول التقدم في ظل غطاء جوي من القذائف والصواريخ، وجيش الإسلام يتصدى لكل هذه المحاولات. يمان السيد، أورينت نيوز، تل الصوان، ريف دمشق.